ورجعت بي الذاكرة الى سنة 80 من الهجرة، اي بعد وفاة الرسول ب70 عاما، بينما رجل يمشي في احدى طرقات مدينة الكوفة بالعراق، اذا به يجد بستانا رمى تفاحة خارج الاسوار، فيأخذ التفاحة ويأكل نصفها لشدة الجوع، وبعد ان يأكل نصفها يتذكر انه ليس له حق فيما اكل، فالحديقة ليست حديقته والتفاحة ليست ملكه، فيذهب الى حارس البستان ويقول له: اتسامحني فيما اكلت؟ فيقول له الحارس: يا اخي انا لا املك السماح لك لانني لا املك البستان. قال له الرجل: اذا فمن يملكه واين هو؟ فدله على صاحب البستان، فلما ذهب اليه وطرق الباب عليه وفتح له صاحب الحديقة، ودخل الرجل مرتجفا تتململ اعصابه: فيما جئتنا يا اخي؟ وما اسمك؟ قال له: ان اسمي ثابت. قال: فيما جئتنا؟ قال له: اكلت نصف تفاحة وها هو فالنصف الاخر جئتك به، اتسامحني فيما اكلت؟ فقال له صاحب البستان: لا اسامحك الا بشرط واحد. قال له: وما هو الشرط يا اخي؟ قال له صاحب البستان: ان تتزوج ابنتي. زواج وسماح، ما هذا؟ قال له الرجل: ولكي لا اغشك في الزواج، فان ابنتي هذه عمياء العينين، سماء الاذنين، بكماء اللسان، مقعدة الرجلين لا تمشي، فاما ان تقبل زواجها واما الا سماح حتى اقف معك امام الواحد الديان يوم القيامة. وتعثرت الافكار في ذهن الرجل: ايتزوج العمياء الدقماء الصماء المقعدة؟ وماذا يفعل بها اذا تزوجها؟ واخيرا قال: في سبيل السماح انجو من عقاب الله واتزوجها واتاجر فيها مع الله. وقبل الرجل الزواج وعقد العقد، وقال الرجل: ليس لي بيت ادخل فيه. وقال له ابوها: اذا صليت العشاء فتعال فسوف اعد لك مكان الدخول بها. وصلى الرجل العشاء وجاء الى غرفة الدخول وكأنه داخل غرفة المشنقة، ولكن ماذا يفعل؟ فتح الباب عليها وقال: سألقي عليها السلام، وهو يعلم انها بكماء لا ترد وصماء لا تسمع وعمياء لا ترى ومقعدة لا تقوم، فاذا لم ترد هي فلترد ملائكة الرحمن عليه السلام. وعندما دخل عليها والقى عليها السلام ردت عليه السلام،
وقامت واقفة وسلمت عليه بيدها. اذا لقد حلت جميع العقد. ردت السلام اذا سمعت وتكلمت وقامت فرجلاها سليمتان ومدت يدها فسلمت وصافحته اذا فعيناها سليمتان. قال فنظرت الى وجهها فاذا وجهها كأنه قطعة قمر. قلت لها ماذا قال ابوك عنك؟ فقالت له والله ما كذب ابي. ماذا قال لك؟ قال لها اخبرني انك عمياء. قالت له نعم انا عمياء لانني لا انظر بعيني الى ما يغضب الله. قال لها انه يقول انك صماء. قالت نعم لانني لا اسمع باذني الا ما يرضي الله. قال لها انه يقول انك خرساء بكماء. قالت له نعم لان لساني لا يتحرك الا بذكر الله. قال لها انه يقول انك مقعدة. قالت له نعم لانني ما مشيت برجلي الا الى بيت الله. ودخل بها ولم تذهب الى حلاق الدين. لم تذهب الى حلاق النساء. فجمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. وما زفت في شوارع القاهرة وما دخن الحشيش ليلة زفافها وما احتسيت كؤوس الخمر ليلة دخولها انما كل ما فعله معها ليلة الزفاف ان قام فصلى بها ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجية. وبعد ذلك امسك بقدح من حليب من لبن فشرب نصفه واعطاها نصفه فشربته ثم وضع يده على مقدم رأسها ودعا الله قائلا اللهم بارك لي فيها اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. ثم دخل بها فانجب منها الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت. انجبت اماما اماما انفرد بثلاثة ارباع العلم وشارك العلماء الباقين في الربع الباقي. انجب اماما صلى 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. انجب اماما دخل الكعبة ذات ليلة من ليالي الشتاء وصلى 2 ركعتين في جوف الكعبة قرأ فيهما القرآن كله. الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الام روض ان تعهده الحياة بالري اورق ايما اراق. الام الجنة تحت اقدام الامهات. هذا هو الاسلام وتلك تربية الاسلام. لا افلام ولا مسرحيات ولا اعلام يعلن الحرب على الله من مطلع الفجر الى مطلع الفجر. والمصحف غريب
المصحف اصبح في البيوت تحفة، توضع على المناضد في غرف الصالون، مجلد بالفرو، جميل الجلد، منمق بماء الذهب. وقد حذر الحبيب من هذا فقال: اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. حليت المصاحف بماء الذهب وزخرفت المساجد ونقشت وخربت من المصلين، والله الذي رفع السماء بلا عمد ساقص عليكم هذا الحدث الذي قصه علي اخ مسلم يعمل سائقا لسيارة اجرة. حلف بالله، حلف بالله صادقا انه كان يمشي بسيارته في احد شوارع القاهرة، وفجأة وقف في السيارة يحاول ان يقودها فلم تتحرك. قال: فنظرت الى جميع اجهزتها فوجدتها سليمة، حاولت قيادتها فلم تتحرك، فقلت في نفسي لعل امام العجلة شيء يمنعها من السير، فنزلت ابحث امام العجلة فوجدت مصحفا امام العجلة ملقا على الارض. اي والله. قال: فاخذت المصحف ووضعته في جيبي وركبت السيارة، فما ان وضعت قدمي على جهاز القيادة حتى انطلقت السيارة كأنها البرق الخافت. السيارة ابت ان تدوس على كتاب الله، والمسلمين تركوه، المسلمين اهانوه، السيارة ابت ان تعبت بكتاب الله ووقفت احتراما امام كتاب الله، والمسلمون عنه غافلون وعن احكامه معرضون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا العبد الذليل بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم قنا شر امريكا، اللهم قنا شر روسيا، اللهم قنا الشرق والغرب، اللهم اهزم امريكا وحلفائها وروسيا واتباعها، وانصر الاسلام واهله، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعدانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم من اراد ان ينصر الاسلام فانصره، اللهم من اعز الاسلام فاعزه، ومن خذل الاسلام فاخذله، ومن كاد للاسلام فكد له، ومن اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك، سلط عليه سيف انتقامك يا جبار. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من آذانا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اقبلوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها،
ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وحد الله. عزم عمر بن الخطاب عزما اكيدا على ان يكون قتل رسول الله على يده هو. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. عمر ماشي ناوي انه ياخد بعضه على رسول الله مش عشان يسلم، عشان يقتل رسول الله. فواحد من المشركين قبله قال له ما هذه المشية يا ابن الخطاب، انت يعني ماشي كده شارد نفسك مش حد مالي عينك تروح فين؟ قال له اني ذاهب الى محمد لاقتله. شوف الكلام اللي بيسأله مشرك بيقول له انت رايح فين يا عمر؟ قال له رايح عشان اقتل محمد. يعني لو ما كانش سأله هذا السؤال كان رايح على طول على سيدنا النبي عشان يقتله. انما السؤال حول مجريات الامور. قال له انت عايز تقتل محمد؟ قال له يا اخي انت اما حاجة غريبة اوي، اذا كانت اختك قالت لمحمد يا اخي احمي بيتك الاول من محمد. خد بالك الاول احمي بيتك. اختي مين؟ قال له اختك فاطمه بنت الخطاب. مالها؟ قال له دي بتقرا القران المنزل على محمد، ده انت بيتك بقى زي داوي النحل بالقران المنزل على محمد. روح شوف بيتك الاول احمي بيتك من محمد وبدور على قتل محمد. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له بيتي دخل فيه قرآن؟ وانا عمر بن الخطاب جبار الجاهلية، البيت دخل فيه قرآن؟ دخل منين؟ دخل من الباب ولا من الشباك؟ لا عندي راديو ولا عندي تلفزيون ولا ريكوردر، هيدخل القرآن منين؟ ايه اللي دخل القرآن بيت عمر بن الخطاب؟ واحد من اللي يغفل ولا ينام. هو انت بالك الامور على قد ايدك؟ ده الامور بيملكها واحد بس هو الله. الله ما في غيره، هو اللي بيفرق الامور. يوم عمر بعد ما كان راح عشان يقتل النبي، شوف المصيبة اللي دخلت فيه، شوف اخته اسلمت تقرا قرآن. كان حقه محمد ما شوف بيت الاول بعد ما كان راح على ام سيدنا محمد لما فتح البيت. يبقى اذا هيشوف البيت ايه؟ اول ما خبط الباب اخته قالت هذه طرقة عمر، عارفة خطته، لانه لما بيضرب الباب يضربه ضربة جامدة، فهي عارفة ان ده عمر بن الخطاب. سبحانك يا رب، عمر بن الخطاب يعني قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها.
انت هيحصل مين؟ يقتل سيدنا النبي. يوم الراجل يقول له روح شوف بيتك، يوم بعد ما كان راح يمت سيدنا النبي روح بيته. طب ما يروح بيته هيمكن يسن السلاح او يجيب السيف اللي هو البطار. لا، ده راح بيته عشان ربنا له في ذلك حكم. ثم فاطمه تقول اللي خبط الباب عمر، تقول لي بص سعيد بن زيد، سعيد بن زيد يبقى ابن عمها زيد بن الخطاب، وفي نفس الوقت احد العشر المبشرين بالجنة. تقول له يا سعيد خذ خباب ابن الارد، وخباب ابن الارد هو المدرس اللي بيدرس لهم القرآن، خذوا خبيه. قال له لو عمر شافوا هنا معاه القرآن حيقتلني، وسيبولي انا عمر اتصرف معاه. يا سلام يا رجاله، بعد ما توحدوا الله تقولوا لا اله الا الله. شيء غريب. ادي واحده ست، واحده ست وعارفه ان عمر اذا بطش كانت بطشته فكاكه اسد. انما هيروح فين في قوه الايمان؟ دي مؤمنه بالله. هتخاف من عمر؟ لا، ما تخافش من عمر، ما تخافش من حد ابدا، ما تخافش الا من الله، ما تخافش الا من رب عمر. ايه اللي معاك يا فرد؟ قالت له صحيح. ضربها شد راسها، عورها، الدم فاق، اديني الصحيفه دي. قالت له والله لا تمسها حتى تغتسل، انك مشرك النجس. روح الاول اطهر بالمي. سبحان الله، بتكلم عمر باللهجه دي؟ طب ما كان عمر يخطف منها الصحيفه ويكتفها ويغيب يضربها بالكرباج لما يشبعها. انما تبص تلاقي عمر ربنا حوله من اسد هصور الى قف وديع. هبط خلاص، النار اللي كانت في قلبه هبطت. طيب راح اغتسل، هات الصحيفه يا فاطمه. قالت اتفضل. يوم يمسك الصحيفه يقرا فيها بسم الله الرحمن الرحيم طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. يا سلام، شوف القران كان بيعمل ايه؟ كان هو اللي بيغسل القلوب من ارجاز الشرك. القران ليه؟ لانه كان موظف في الوظيفه اللي ربنا انزله لها اللي هي الهدايه. ربنا ما نزلش القرآن عشان يقرأ في الصواوين، وعشان يقرأ في الحفلات، وعشان يفتتح به مجلس الشعب ومجلس الأمة والاتحاد الاشتراكي. يا الشيخ تعالى أرنا كلمتين، يوم الشيخ يتنحنح ويقول إذا جاء نصر الله والفتح. يا سيدي، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتح لمين يا ابني؟ اللي فتح للنبي يا ابني. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. عايز يقول لي انت رسول؟ يا اخوانا عيب، عيب. ده القرآن ده له مكانته وله عظمته، له ايلمانه وله جلاله. ايام الملك ما كانوش يرضوا يقروا ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. ليه؟ لانه لو وراها هيروح في محاكمة. كان الملك ياخد الكلام على نفسه. ايام الثورة ما قامت ما يرضوش يقروا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول انت بترمي علينا، يعني لا دي نفعة ولا دي نفعة. انما شوف الكلام بقى بعد ما توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. عمر قرا القرآن على انه قرآن. انما النهارده تيجي للقرآن اللي بيقرأ واحد يقول لك فيه يا راجل يا دي بقك الله يرضى عليك، فيه ايه يا شيخ صالح؟ ها؟ اعدل ضبطك يا اخويا الله يرضى عليك. شيء غريب، شيء غريب. القراءات دي نزلت عشان نقرأها في مجالس العلم على انها دراسات في العلم.
انما كان واحد يقول لك والشمس وضحيها والقمر اذا تليها الكلام ده سيدنا الشيخ يقرا في مدارس العلم على انه يساعد على التفسير، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، دي قراءات عشان التفسير. انما عشان انا اقعد انا في الصوار ويغير الشيخ يقول لك فيها وما انزلنا عليك القران لتشقي ويجيب ويعيد ويزيد، ولا قاعدين يقولوا من الاول يا الشيخ عايزين الحق يا الشيخ، صفات الحق عشان يقرا الخمس ايات بنبذ واحد. وساعة ما يركب نبذ ثمود وعاد بالقارعة الله الله.